إذا كتبت الدولة تكلمت على المتاعب التي تلقاها المغاربة في الحصول على التأشيرة. بالفعل يعني كانت هذه من بين المسائل اللي طرحت، واللي بغيت نأكد بأنه من بين المواضيع اللي حنا كنهتموا بها في الوزارات ماشي مع التوجيهات الملكية السامية، أن شؤون المواطنين والظروف يعني الحصول على التأشيرة والوثائق الإدارية تكون في أحسن الظروف، وهذا يتمثل على جانبين. الجانب الأول أنه عندنا لجان مشتركة قنصلية مع الدول الشركة، واللي كنطرحوا فيها جوج القضايا، أنه يكون هناك تبسيط المصادر من جهة، أيضا يكون هناك يعني ظروف الاستقبال تحسن، وجانب ثاني ان عندنا مديريات اللي كتتابع مواكبه باستمرار، يعني اي فيما كيكون عندنا شي خطا وقع او شي مشكل وقع كنتوصلوا به كنعالجوه، ايضا الا كانت هناك شي معلومات توصلنا بها كنحاولوا نناقشوها مع السفاره المعنيه، واللي تتبين يعني عبر السنوات ان هذوك الحالات اللي شالهم سيدنا المحترم بداو مابقاوش كثار منعزلين، وتا هما كيوقعوا لاسباب معينه، ان كيكون اكتضاض من جهه، او لا كيكون شويه الفوضى لان ما كيكونش يحترموا الضوابط القانونيه، فيعني هذه الحالات يعني اصبحت تستقل يعني بشكل مهم، خصوصا ان بعض السفارات اعتمدوا المواعيد الالكترونيه، اعتمدوا ايضا انه يكون هناك شركات مفوض لها، وكانت حق الاثار ايجابيه جدا لا على فيما يخص الاطار ديال الاستقبال ديال المواطنين، لا فيما يخص طريقه ديال تدبير الملفات. اذا هذا الاجتماع هذا اللي هو في شهر ماي غيوقف على هذه النقطه، لان فعلا يعانون المغرب فعلا هنا، يعني من بين المعلومات اللي وصلنا بان المواطنين كان عندهم تاخير في بعض المواعيد، وما بين النقاط اللي تم يعني اخذها بعين الاعتبار، وانه في اطار دوك اللجان المشتركه عندنا مع فرنسا مثلا، غادي يكون من بين المواضيع التي ستطرح قصده ايجاد الحلول المناسبه للمواطنين.